طيب عايز ارسم البي سي، البي على البرانش سي برضه نفس القصه. البي سي طلع معايا بكام؟ 206 او 206 والزاويه كام؟ 76. 76. فين البي سي؟ البي سي ده المفروض يبقى فوق هنا، من الزاويه بتاعته مجرد، برسمه بزاويه مجرد، ماشي؟ اعتلها لكم رسمه. اما البي الكليه طلعت معايا بكام؟ في اي بي اللي 250 والزاويه كام؟ 53. البي الكليه 250 والزاويه 53. هو راسم كل البنود هنا بالزاويه ايه؟ عكسيه. يعني المفروض كل البنود تطلع فوق، ماشي؟ المفروضة الثانية إن الكومبلكس باور هنا، تخلي بالك هو دايماً هنا عاملة إيه؟ نيجاتيف سالب، بيديك إشارة مختلفة، بيديك إشارة مختلفة. يعني هنا المفروض كانت 76 ناقص 0، فدي برضه بتعدي. هو واخد هو الريفرنس بتاع المرجع ده كده بيعكس الإيه؟ الزوايا. فالمفروض انا 76 ناقص 0 عشان هنا الكومبلكس باور لازم تطلع الكيو عندي مجرد. ليه؟ لان البرانش رقم سي. فين البرانش رقم سي؟ هل هو اندكتيف ولا كاباستيف؟ اندكتيف. ده الكيو هنا موجب اصلا. الكيو هنا بقى موجب. موجب. صراحة ده ايه؟ سالب. فهو عكس كل ايه؟ الاشارات دي، لان الريفرنس بتاع المرة اللي كده. فانا هعدلها لكم دلوقتي. تعالى بقى المثال ده، بيقول لي عندي 3 فيز ايدنتيكال امبيدنس قيمتها كام؟ 30 وزاويه 30. يبقى كل الامبيدنس بتاع ال 3 فيز دي 30 وزاويه 30، دي الزد بتاعته. و اللود بتاعي هو دلتا 3 فيز 3 واي، يبقى السورس عندي هنا متوصل بايه؟ بدلتا 3 واي. البورد بتاعه كام؟ 208. و اي بي سي سيستم السيكونس بتاع الاي بي سي والامبيدنس بتاعت الكونفرتر ما بين البنود وما بين السورس قيمتها قد ايه؟ 8 من 10 بس 6 من 10 جي. بيقول لي فايند ذا ماجنتيود اوف ذا واي فولتج ات ذا لود اند. عايز يجيب الجهد عند النود. احسب الجهد عند اللود ازاي؟ او في السرير فيز بشكل عام انا بحل ازاي؟ تيارات الفرع ايه؟ نحسب التيار اللي ماشي في اللاين بعد ما نجمع وبعدين نضربه في الزد. طيب احسب التيار ازاي؟ في الزد ترانسميشن لاين ونجمعه على الزد التانية. هتجمع الزد بتاعت اللاين او بتاعت الكونفرتر مع الزد بتاعت اللود، ماشي. والجهد بتاع السورس عندي ولا ايه؟ الجهد بتاع السورس كام؟ 208 دي ولا كام؟ من اسهل الطرق ان انت تحل بيها الثري فيز ان انت اداه الجهد عندك فلكس، فخلاص انت ارسم الايكويفالنت سيركت بتاعت الفازه الواحده. الايكويفالنت سيركت بتاعت الفازه الواحده. طبعا ان انا هجمع الايه؟ الزد زائد الزد بتاعت اللود اللي هي زد ايه؟ بالشكل ده. لو جمعت كل فازه مع الامبيدنس بتاعت الكونتاكتور هتطلع بالشكل ده. هجمع الزد دي مع الزد دي، يديني الزد واحده في الفازه واحده. لغايه هنا في مشكله؟ طيب عايز احسب بقى او عايز اجيب الايكوفالنت سيركت. الايكوفالنت سيركت يبقى انا محتاج اجيب التيار اللي هنا وقيمه البورت اللي هنا عشان ابقى رسمت الايه؟ الايكوفالنت او السنجل فيز ايكوفالنت سيركت بتاع الثري فيز دي. حد يعرف يقول لي هنا البورت هنا يبقى كام؟
ربنا احمد راس، بس انا مش فاهم 208 دي بتاعت ايه؟ الفولت هنا كام؟ 208 دي بتاعت ايه؟ 208 على جذر 3 ليه؟ تقدر معايا مش عشان ده ايه؟ دلتا بالظبط. دايما الفولت بتاعك انا شايف 208 بيتحدد على هل هو ستار ولا دلتا؟ الفازة هنا ايه؟ او الفولت بتاعي هنا ايه؟ ستار. فانا محتاج جهد ايه؟ الستار. طب جهد الستار بتاعي انا عندي هنا الجهد اللي هو في الفولت ده 208، هل ده جهد الستار ولا جهد الجهد الفازة ولا جهد الماين؟ هو بتاع الدلتا لاين وفازا واحد. ده الحالتين في حالة السورس هو جزء ده وجزء ده. لأن السورس بتاعي دلتا. دلتا. فمن ناحية السورس الجزء بتاع الفازا وبتاع اللاين هو كام؟ 208. أنا عايز الفازا. بس من ناحية اللود الجزء ده جزء ايه؟ جزء اللاين. كنتم كام؟ 208. فأنا عايز الجزء بتاع الفازا. هيساوي كام؟ 208 على جزء التلاتة. على جزء التلاتة. 208 على جزء التلاتة. خلاص حسبت ديت؟ اقدر احسب بقى التيار. يبقى التيار بتاعي هيساوي كام؟ فولت في الجزء بتاع الفازة على الانتنسيتي كلها. يبقى هنا الامبيدنس بتاعت الفازة الواحدة هتجمع دي الزد بتاعت الواير زائد الزد بتاعت اللود طلعت بالشكل ده. طب الجهد بتاع الفازة هيساوي كام؟ 208 على جذر 3 اللي هو 120. طيب عايز اجيب الطيارة بقى. الطيارة هيساوي ايه؟ هيساوي قيمة الجهد على قيمة الامبيدنس بتاعت الايه؟ بتاعت الفازة. يطلع قيمة الطيارة قيمته قد ايه؟ 120 زاوية 0 على قيمة الامبيدنس اللي هي 11.16. يطلع قيمة الطيارة قد ايه؟ 10 و75. طيب هو ده المطلوب؟ لا، لو عايز يجيب ايه؟ اللايف فولتج عند النود. اللايف فولتج عند النود. ركز هنا هجيبها ازاي؟ هجيب جهد الفازة. خلاص ما انا كده لما جبت التيار ده اللي هو هنا هو التيار اللي ماشي ده. ماشي. اضربه في الزد. فانا لو رحت جبت التيار ده وضربته في الزد دي جبت ايه؟ جهد الفازة. جهد الفازة عند النود. حول وبعد كده حول الواي. جهد الفازة عند اللود هيساوي ايه؟ الاي في الزد بتاعت اللود. تمام؟ وهي طبعا حسبها بايه؟ حسب الفولتج جروب وبعد كده طرح. دي طريقة. الطريقة التانية والاسهل خلاص انا جبت التيار ده اللي ماشي هنا. اضربه هنا يديك الجهد بتاع الايه؟ بتاع الفازة. اضربه بجد ثلاثة يديك الجهد بتاع الفازة. واضحة؟ واضحة. فيها مشكلة؟ ده كده بالتعامل مع الثري فيز. طيب نخش بقى على انواع الديستريبيوشن سيستم. احنا قلنا الديستريبيوشن سيستم مكون من ايه؟ من نوع الالكترونيك سيستم اللي انت بتستخدمه اي سي او بي سي، ده رقم واحد. رقم اثنين الديليفري سيستم. انواع الديليفري سيستم، الديستريبيوشن سيستم ممكن تقسمه لبرايمري ديستريبيوشن سيستم وسكندري ديستريبيوشن سيستم. احنا قلنا الديستريبيوشن سيستم عندي بيبدا من انهي جهد؟ من الميديم فولت. من الميديم فولت اللي هو عندنا في مصر هنا تقريبا حوالي كام؟ 11 او 22 فولت. طيب بعد الميديم فولت انا بخفض الجهد بتاعي من ميديم فولت لجو فولت عشان ابدا ايه؟ استخدمه. الترانسفورمر ده يعتبر هو الحد الفاصل ما بين البرايمري ديستريبيوشن سيستم والسكندري ديستريبيوشن سيستم. يعني عند الميديم فولتج بسمي الجزء ده برايمري ديستريبيوشن سيستم، ودايما بتعامل هنا مع الجزء الايه؟ الميديم فولتج. بعد الترانسفورمر بسميه سكندري ديستريبيوشن سيستم، او في بعض الاحيان بيسمى يوتيلايزيشن سيستم. اللي هو بخفض بيه الفولت الجهد التشغيل بتاعي اللي هو عندي هنا في اللو فولتج 380 او 220 فاز. فدي التقسيمه الاولانيه. تعال نشوف بقى التقسيمه بتاعت الدليفري سيستم في حاله البرايمري ديستريبيوشن سيستم. البرايمري ديستريبيوشن سيستم ممكن اقسمه لريديال سيستم او لوب سيستم، وفي الحاله دي ممكن اسميها اوبن او كلوز لوب سيستم او برايمري كور سيستم. طيب ريديال سيستم ازاي؟ ريديال سيستم دايما ب
بيشتغل ان انا عندي سورس وعندي لود. ويصل السورس واللود بشكل مباشر. زي الشكل ده كده. ادي السبلاي اللي عندي، السبلاي اللي عندي دايما بسميها محطة ايه؟ محطة محولات، سب ستيشن. معناها محطة محولات. السب ستيشن دي بطلع منها بلاين، طبعا الكود اللي خارج منها دايما ايه؟ ميديم فولت اللي هو كام؟ 11 او 22 كيلو فولت. وبعد كده اجي عند اللود دوت واستخدم ترانسفورمر، الدات دي او السوسته دي معناها ايه؟ معناها لود او ترانسفورمر. ماشي؟ فاجي هنا ايه؟ ترانسفورمر او لود، هنا لود تاني، لود تاني، رابع، وهكذا بالشكل ده كده. السيستم ده كده بسميه راديان سيستم. ليه راديان سيستم؟ لان لو حصل انقطاع في اي نقطه اللي بعد النقطه دي كلها فاصل. الكهرباء قطعت عليه. زي تعال بص هنا مثلا الجزء ده. لو حصل هنا ايه؟ فولت او حصل هنا ديسكونكشن. الجزء ده ماله؟ هل متغذية من اي سورس تاني؟ من اي اتجاه تاني؟ مالوش. الجزء ده لو حصل هنا يبقى الاثنين دول مالهمش تغذية. لو حصل هنا يبقى ده مالوش تغذية وده لسه ايه؟ شغال. وهكذا. فأي لود عندي حصل نتيجة أي فولت أو أي ديستربنس، إيه اللي بيحصل؟ خدمة الكهرباء هتقطع. ففي الحالة دي أنا بسمي السيستم بتاعي ريديان سيستم. وفي من ناحية الاعتمادية، هل الجزء ده الاعتمادية بتاعته كبيرة ولا صغيرة؟ ده مفيش اعتمادية خالص. لان لو حصل اي ديسكونكشن في اي نقطه الكهرباء بتفصل. ممكن احسنه شويه واجي عند لود اعمل ايه؟ اعمل دايره بديله بالشكل ده. فيبقى الاوبريتنج سيركت اللي هي الدايره الرئيسيه او الخط الرئيسي بوصل اللود بتاعي من عليه. او خط فرعي، وده بيبقى في بعض الاوقات فين؟ في الاحمال دي المهمه شويه. طيب الريديال سيستم بيستخدم فين؟ بيشتغل في القرى الصغيره والعزب والحته دي. يعني لو في قريه او عزبه هوصل لها قرار ازاي؟ كل القصه محول للعزبه ديت وخلاص. الجزء بتاع المحول ده ده سيستم. ليه؟ لان ملوش تبديل في حته ثانيه. ماشي؟ يبقى دايما دي في المناطق الريفيه بستخدم ايه؟ الريديا سيستم. وطبعا هو بدا يبقى استخدامه قليل جدا. تمام؟ لان لو في اكتر من قريه صغيره قريبه من بعض فساعات بيوصلوا بيه الشكل الثاني اللي هو المرة الثاني اللي هو الايه؟ اللوب سيستم. اللوب سيستم ده الشكل ده كده. بس اللوب سيستم ساعات بقول عليها اوبن لوب او كلوز لوب. اوبن لوب او كلوز لوب سيستم. اوبن لوب ليه؟ تعال بص هنا على السبلاي بتاعي، ده السبلاي او السورس بتاع المحطه بتاعتي. هتلاحظ هنا خارج منها مصدرين. مصدر ده ومصدر ده. المصدر ده مكتوب عليه ايه؟ نورمالي كلوز وده نورمالي اوبن. ده سيرك بريكر. ده دايما العادي بتاعه هو كلوز مقفول. نورمالي اوبن، نورمالي كلوز معناه ايه؟ ان الطبيعي بتاعه هو ايه؟ كلوز مقفول. مقفول يعني مصدر. مش كلوز ان هو مفتوح، لا مقفول يعني ايه؟ مصدر. فده شغال دايما. وده ايه؟ احتياطي. ده ايه؟ احتياطي. وبعد كده الاحمال بتاعتي شغاله على اللود دي بالشكل ده. ده كده ايه؟ الديسكونكتور بتاع ايه؟ بتاع الاحمال. يعني ده شغال يوصل هنا يوصل هنا يوصل هنا، كل ده موصل من الجزء ده. لو حصل اي مشكله في اي نقطه ايه اللي يحصل؟ يبقى جاي يشغل ده يخليه كلوز. فلو هنا حصل ديسكونكشن هنا في النقطه دي المفروض لو الرسمة معايا بالشكل ده وحصل ديسكونكشن هنا المحول ده اللي هيفصل ولا ده؟ أنهي واحد فيهم؟ إيه الأحمال اللي هتفصل؟ تعالى مشينا هنا كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لو حصل هنا ديسكونكشن خمسة اللي هيفصل ولا من واحد لأربعة؟ خمسة يفصل لو من غير. طيب حصل ديسكونكشن هنا كله هيفصل ما عدا واحد ده. بالظبط كله هيفصل ما عدا واحد. ليه؟ لأن هو إيه؟ واخد التغذية بتاعته من ناحيته. طيب لو حصل أي ديسكونكشن
ايه اللي هيحصل؟ وصل ايه؟ في الموجه الثانيه. فاللي حصل قطع هنا ده لسه كل ده شغال من ناحيه الايه؟ السيركت بريكر ده، ولما شغل ده ايه اللي يحصل؟ غزل ده من الانقراض. عشان كده بسميه لوب سيستم. بس ايه؟ اوبن لوب. اوبن لوب ليه؟ لان في عندي نورمال لوب زي نورمال لوب زي ده هنا داخل ده في الجامعه هنا السيستم ده موجود. لو حد عارف التجزئه بتاعت الجامعه، عارف مبنى ميكانيكا؟ مبنى ميكانيكا في مبنى صغير كده ده الدستور في وشه على طول. ده مبنى ده الدخول بتاعت الجامعه. يعني كابلات الدخول بتاعت الجامعه جايه من ايه؟ جايه في المبنى ده. ده بنسميه ديستريبيوتور، موزع القرار بتاع الجامعه. ماشي، هتلاقي جنبه كده ايه؟ البقرات الكابلات الكبيره والكلام ده. فهتلاحظ ان الجامعه هي عباره عن مجموعه من اللوبات بالشكل ده. مش لوب واحد، اكتر من لوب. ماشي؟ طبعا النوع دوت هو ريليفو من الريديوم. يعني ريديوم هو ريليفو. هنا ايه؟ لا ده هنا في اعتماديه شويه. لو حصل فصل ممكن اقدر اوصل ايه؟ من اتجاه تاني. النوع الثاني كلورد لوب سيستم اللي هو بالشكل ده. كلورد لوب سيستم. هتلاحظ هنا ايه؟ السيركت بريكر ده وده الاثنين نورمال كلورد. الاثنين مالهم؟ نورمال كلورد. طيب باقي اللوب عليها مجموعه من السيركت بريكر بالشكل ده، 1 2 3 4 5 6. وفي خط هنا اسمه ايه؟ تايم لاين. الخط ده هو اللي بيتحكم فيه ان انا اقفل السيركت بريكر ده او افتحه. اقفل السيركت بريكر ده او افتحه. فهنا هتلاقي اللوب بتاعتي شغاله عاديه. لو حصل مشكله في اي نقطه هتلاقي فيه حد سيركت بريكر من دول، على حسب بقى انا ممكن اخلي الطبيعي ان ده اوبن. تمام؟ فيبقى ده واصل من هنا، اللوب ده واصل من اول هنا لغايه هنا من الايه؟ من السيركت بريكر ده. وباقي الاحمال بقى شغاله من ايه؟ من الاتجاه التاني. وده ايه؟ وده هو. ماشي؟ طيب لو حصل مشكله هنا، هي ده فصل، فاروح جاي مدي امر للسيركت بريكر، ده يشتغل وده يفصل. ده يشتغل وده يفصل، فيبقى اللوب بتاعي ده شغال من الاتجاه التاني وهكذا. فدي كويرد لوب، الطبيعي ان انت عندي هنا كويرد وانا ايه بقدر اتحكم فيه. طبعا دي درجه الريليابيلتي بتاعتها او الاعتماديه بتاعتها اعلى بكتير من الايه؟ من الاوبن لوب او من الريليابيلتي. النوع الثالث اللي هو البرايمري كنترول سيستم. وهي من اسمها عباره عن ايه؟ شبكه. لا ده انا عندي السيستم الميديا فولتج سيستم بتاعي عباره عن شبكه كله موصل ببعض بالشكل ده. فعندي اكتر من سورس، ادي السورس 1 2 3 وعندي الاحمال بتاعتي هي دي الاحمال بتاعتي بالشكل ده وكله موصل ببعض. هنا لو حصل مشكله في اي نقطه التغذيه بتاعتها بدل ما هي جايه من مصدر واحد جايه اكتر من مصدر، هي عباره عن ايه؟ شبكه مع بعض. ماشي؟ وطبعا دي ايه؟ دي مور ريلابل، الاعتماديه بتاعتها اكبر، وبعض الاحيان بتبقى التكلفه بتاعتها اقل كمان. ليه؟ هو الدنيا مشكلته في ايه؟ غير الـ ان هو نوت ريلابل، ان انا مضطر ان ايه؟ كل لود اروح ايه؟ اخد من السبلاي واللود، من السبلاي واللود، من السبلاي، ما دي تكلفه عاليه. صح كده؟ ودي تكلفه بسيطه مش بسيطه. هي تكلفه عاليه ليه؟ كل لود واخدته كونتاكتور من ايه؟ من اللوب او من الايه؟ من السبلاي اللي عندي. فدي التكلفه بتاعته عاليه رغم ان هو ايه؟ بس ده النظام القديم ما عادش مستخدم حاليا. لكن هنا لا ده انا هنا ايه؟ اصلحت ان التوصيلات لا قربت. هنا عندي اكتر من مصدر فانا عايز اوصل اللوب ده بالسبلاي ده. ما شاء الله. كنت اعمل ايه؟ كنت اخد من السبلاي ده واودي اللوب ده مباشره بالشكل ده، ده اسمه ريديا. لكن دلوقتي لا ده انا موصل ده بالسورس اللي عندي التاني والسورس ده هو اللي بيديه، فيعتبر ان اللوب ده ايه؟ متوصل بالسورس ده لانها شبكه وهكذا. فهنا ليس اكسبنسيف معناه ايه؟ ان هو في بعض الاحيان التكلفه بتاعته اقل. التكلفه بتاعته اقل عشان ايه؟ الشبكيه اللي هي موجوده فيه.
تمام. حد عنده سؤال؟ الدكتور ان شاء الله المره الجايه الناس تعتبره المنصه النوع دي دايما الروبوت. انا مش عايزه، انا يكفيني صفحه واحده، يكفيني صفحه واحده. فدايما عاون نفسك لما تيجي يبقى في روبوت معين، لو انا عايزك تستفيد ولا تستفيد في روبوت ولا تبحث والكلام ده. لكن هنا حاجه زي دي كده، انا اسمها صفحه نص دي الباي بوست ونص دي البوتش دوم بس في السيستم. خدت منك صفحتين مفيش مشكله، انت بوش وضغط ماشي. المره دي هناخد الروبوت ده ورا كده، لكن بعد كده بعض الاحيان بيبقى ساعات فيه روبوتات بترفعها على جوجل كروم او حاجه، بعد لكم لينك وترفعها عليها. هتلاقي اول واحد دوت ورا في شكل ورا كده بس تبعتها. المنصه لسه مش